كل سنة وانتم طيبين، ورب دايما وزارة الداخلية وقوات الشرطة وزمايلنا من الضباط والأمناء وكل اللي بيعمل في جهاز الشرطة بخير وسلام. الأيام بتأكد كل يوم إن الشرطة والجيش هما الأساس الحقيقي لأمن واستقرار مصر. الدولة المصرية أمانة، مش الدولة بس، الدولة أهلها أمانة في رحبتنا الاثنين، في الجيش والشرطة. والتحدي اللي موجود تحدي لا شك، يعني تحدي كبير، لكن وزارة الداخلية ما شاء الله يعني حاجة تشرف وتفرح، وربنا يا رب دايما يوفقكم واحنا جنب منكم ومعاكم عشان نحمي بلدنا ونحافظ عليها. الحقيقة الدور اللي قامت بيه وزارة الداخلية وقواتها والجيش في تأمين الاستفتاء أكد إن احنا قادرين على ان احنا نحقق استقرار حقيقي رغم كل التهديدات وكل الكلام اللي اتعمل، لكن الاستفتاء رغم احنا بنتكلم على امتداد الجمهوريه بالكامل بعدد اكتر من 30,000 لجنه او مركز انتخابي، يعني ما شاء الله ده تم تامينه بمنتهى السلاسه والامان. يعني الحقيقه الاعتداء على الشرطه والجيش ده معناه بدايه الخطر الحقيقي على الدوله المصريه. الدولة المصرية فيها 90 مليون، قبل 90 مليون دول ما يحصل لهم حاجة احنا الأول نروح يخلصوا علينا احنا الأول على الجيش والشرطة وبعد كده بيعملوا لهم عايزين، لكن قبل ما يمس 90 مليون احنا الحائط واحنا الدرع اللي بيحمي دول الناس دول اللي عايز يعيش معانا بأمان وسلام. أهلا وسهلا. وأنا سعيد جدا بالروح اللي بيعشبها الجيش والشرطة والتماسك والترابط الشديد اللي الدنيا كلها بتشيد بيه، ومعاهد الشعب المصري كله ان احنا باذن الله لن ندخل حتى بارواحنا في اعاده الامن والاستقرار للبلد ديت، باذن الله هنرجع الامن لكل مواطن مصري في الشارع ان شاء الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين، وانا سعيد بهذا الدعم. شكرا. طبعا الكلام اللي استمعنا اليه كلام مهم جدا، انه الهدف عند الاخوان وعند الجماعات الارهابية واسقاط الجيش والشرطة، وبعدها يعني هيتم الاعتداء على الشعب. فهو بيقول نحن حائط الصد، وبالتالي هو في حد يستطيع ان يسقط الجيش والشرطة في، خاصة انه المؤسسة العسكرية المؤسسة القوية المتماسكة التي لا يمكن حتى أن يسمح الشعب المصري بالاعتداء عليه. ما هي دي القضية، هو أنك أمام فصيل يرتكب نفس ما يخطط له الأعداء. أي عدو لأي بلد يخطط دائما لتحطيم الجيش، أول حاجة يقولك حطم جيش هذه الدولة، حطمه. هم يسعون لتحطيم الجيش المصري وتحطيم الشرطة المصرية، طبعا لم تعد لديهم القوة والقدرة. لكن في كل الأحوال احتشاد الناس يوم 25 يناير مهم. من الذي يملك القدرة على حشد الناس؟ هو من يتعلق به الناس. وبالتالي بالتأكيد ننتظر كلمة من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لا يدعو الناس للاحتشاد، ولكن تكون بشكل أنه دعوة الناس للاحتفال بثورة 25 يناير، لأن في محاولة لإظهار أنه 30/6 تتناقض مع 25 يناير، ودي الحقيقة حماقة. 30/6 استعادت 25 يناير المخطوفة، 30/6 هي ثورة استعادت 25 يناير التي سطت عليها جماعة الإخوان. وبالتالي علينا أن نقول لهم 25 يناير مش بتاعتكم، 25 يناير بتاعت الشعب المصري والشباب المصري الطامح لإزالة الاستبداد والفساد، و30/6 استعادت 25 يناير. تعالوا نشوف بس اهم ما جاء من الشيخ يوسف القرضاوي كمان، انه اعترف بمحاوله اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، اعترف بانه الاخوان حاولوا اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. صحيح قال ان في مجموعه جوه الاخوان هي التي فعلت ذلك. انا بقول لكم ده ليه؟
لأنه الإخوان دائما يتنصلون من هذه الجريمة. واللي يرتكب محاولة اغتيال لزعيم سياسي يبقى يمكن أن يرتكب ما يحدث الآن. يعني الإخوان دايما عاوزين يظهروا أنفسهم أنهم كانوا ضد الدماء وأنهم لم يتورطوا في الدماء وأن كل ما يقال عنهم شائعات. ها هو الشيخ يوسف القرداوي يعترف بأنه الإخوان مجموعة داخل الإخوان مجموعة هنداوي دوير هي التي قامت بمحاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. أعتقد بأنه اعتراف سيحظى بأهمية شديدة كمان، خاصة أنه جماعة الإخوان نفسها تحاول التنصل من محاولة اغتيال عبد الناصر، وبتقول دي تمثيلية وهمية ابتدعها عبد الناصر وأنه جاب ألم حبر عشان يصطنع هذه الدماء.